احنا معانا الاستاذ جمال رائف على التليفون. طب يا جماعه كان حد كاتبنا الصحفي الاستاذ جمال رائف نائب مدير تحرير مجله اكتوبر. اهلا 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 بحضرتك يا فندم وبسعد دايما استاذ جمال معاك، واهلا بكل الساده المشاهدين. عامل ايه؟ كل الاحوال في التمام؟ الحمد لله بخير الحمد لله. قد يتساءل البعض ولماذا، طبعا احنا ما فيش حاجه اسمها لماذا عندما ياتي الينا ضيف عزيز، لكن المواطن يسال أهمية العلاقات ما بين مصر وكرواتيا، أهمية هذه العلاقة وهذه الزيارة تحديدا، وإحنا عندنا توقيتات على ما يبدو كلها حرجة منذ فبراير 2022. يمكن لإدراك أهمية هذه الزيارة يجب أن ندرك أن الدولة المصرية بتعزز علاقاتها مع كافة الشركاء الدوليين وتنفتح على علاقات متوازنة وجيدة لخدمة المصالح الداخلية المصرية وتعزيز الاقتصاد والتعاون السياسي والتشاور السياسي شأن القضايا الإقليمية وأيضا القضايا محل الاهتمام المشترك. يمكن مصر الملاحظ أنها يعني بتعزز أيضا من دوائر عمل جديدة في العمل الخارجي، عشان كده بنرى الدوائر الخاصة بأوروبا الشرقية ظاهرة وبقوة. رأينا الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل في قمة الفيشجراد، رأينا السيد الرئيس أيضا في المجر، رأيناه في اليونان في قبرص، أيضا بنتحدث عن بولندا، عن دول كثيرة في شرق أوروبا. لم يعني نعم هناك علاقات جيدة معها طوال الوقت وعلاقات تاريخية، ولكن لم نستغل هذه العلاقات لصالح يعني المصالح الاقتصادية وتجديد العلاقات الاقتصادية. الآن بقى نقلة نوعية، بنجد علاقات أكثر تنوع، علاقات أكثر انفتاحا باستغلال هذه العلاقات التاريخية والانطلاق فيها لعلاقات يعني تفيد المصالح المشتركة خاصة على صعيد الجانب الاقتصادي. عشان كده هنجد إن هذا التنوع في الحقيقة بتعبر عنه جولات الدبلوماسية الرئاسية أو استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمختلف القادة والزعماء من مختلف النقاط في العالم. وبالتالي زيارة اليوم أنا أعتقد أن هي أحد هذه النقاط المهمة والمضيئة في العمل الدبلوماسي المصري المتنوع في الحقيقة، واللي بنشهد فيه زخم كبير جدا. يمكن فقط خلال الشهر الماضي شفنا ازاي كان هناك محطات كثيره في هذه الدبلوماسيه الرئاسيه التي تجوب مختلف النقاط الجغرافيه حول العالم، بنتكلم على نقاط متنوعه ايضا تعبر عن هذا المعنى. وبالتالي انا اعتقد نحن نتحدث الان عن انطلاقه جديده في العلاقات ما بين البلدين بتمهد لانفتاح على صعيد العلاقات الاقتصاديه. بنتكلم على دوله لديها خبرات في مجال اللوجستيات والنقل البحري، وهناك بالفعل اتفاقيات موقعه ما بين الجانبين في هذا الشان. بنتكلم ايضا عن الجانب الخاص بالزراعه، بنتكلم عن الجانب الخاص بالتصنيع، التكنولوجيا، الطاقه. وهنا كلمه السر اعتقد في كل يعني العلاقات الخارجية الآن، هنا يتحدث عن أمن الطاقة والتباحث في هذا الأمر. ومصر الآن أصبحت مركز إقليمي هام للغاية في مجال الطاقة، وبالتالي أيضا بنيتها اللوجستية واكتشافات التي حظيت بها الدولة المصرية وأيضا الطاقة المتجددة ودخولها في مجال الهيدروجين الأخضر، كلها أيضا عناصر الآن جالسة في احداث نوع من انواع العلاقات الاقتصاديه المشتركه ما بين الشركات الدوليه في هذا المجال. عظيم جدا، بشكرك جدا صديقنا العزيز الكاتب الصحفي الاستاذ جمال رائف نائب مدير تحرير مجله اكتوبر.